اهل البدع العقائدية واهل البدع السياسية. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان احد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فها هو إليكم أيها الجزائريون حكم عموم الضربات والاعتصامات والمظاهرات. فقد سئل الشيخ محمد علي فركوس على هذا وحكم الشرع في هذا، فقال حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات والمظاهرات على الأوضاع القائمة في عرف الديمقراطيين ظاهرة صحة يصحح في بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن. أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي مخالفة لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودة من صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين. وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة، والله المستعان. وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام، فإن السيادة فيها للشرع وليس للأمة أن تشرع شيئا من الدين أو أن تشرع شيئا من الدين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعليه فإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطلبة بالحقوق، ولو كانت مشروعة بسلوك طريق العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربية ومنهاجا وسلوكا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر. فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالب يفتح الله وهو خير الفاتحين. فقد صح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناها، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وزاد أحمد رحمه الله: وإن رأيت أن لك، أي وإن اعتقدنا أن لك في الأمر حقا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بخير خروج عن الطاعة. وفي رواية ابن حبان وأحمد: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:
قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وأخيرا قال الشيخ محمد بن علي فركوس: نسأل الله أن يرينا الحق حقا عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.